عقب لقائه وزير خارجية الكويت، السيسي يشدد على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. حزب التجمع الوطني الأحرار 97 مقعدة، حزب الأصالة والمعاصرة 82 مقعدة، حزب العدالة والتنمية 12 مقعدة. وزير الداخلية المغربي يعلن تكبد حزب العدالة والتنمية هزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية. الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة أسرى سجن جلبوع الفارين. أخبار السابعة من النيل، مرحبا بحضراتكم. نبدأ من القاهرة التي شدد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير محمد الزويخ السفير الكويتي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى السيد الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي لأخيه سمو الأمير نواف الصباح، مؤكدا سيادته خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مشددا سيادته في هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك الأمة العربية. اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلا عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والإقليمية، خاصة التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا سيادته بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، وقد تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز أطر العمل العربي المشترك. في القاهرة أيضا شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة وجهها للمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي على أن أهداف الرؤية التنموية لمصر 2030 تتسق مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة انطلقت فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس أكد خلال كلمته في المنتدى أن البشرية تواجه تحديات عدة على رأسها تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية، الأمر الذي يفرض واقعا جديدا يتطلب ابتكارا في صنع القرار يقوم على العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة. إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات
تتمثل في تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للتغيرات المناخية. هو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار، وواعيا أكثر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والمستدامة الخضراء. ويناقش المشاركون في المنتدى عددا من القضايا، من بينها دور الشركة متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد جائحة كورونا، وتعزيز آلية التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي. النهاردة بنلاقي أنه في كلمة جديدة بتطلع هتسمعوها كتير قوي، اسمه التمويل المختلط. يعني إيه التمويل المختلط؟ إحنا عارفين أن المؤسسات المالية الدولية بتتيح تمويلات منخفضة التكلفة. فكرة أنه إزاي نستخدم هذه التمويلات منخفضة التكلفة مع تمويلات قطاع خاص علشان نحقق مشروعات تطمح إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أوروبا وأفريقيا ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص من أجل تنسيق الرؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولي. يعمل المنتدى على حضور العديد من ممثلي الجهات المختلفة من أجل تحقيق أهداف مشتركة عبر العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة المصرية. وزارة التعاون الدولي أكدت التزامها وشركائها في التنمية. يأتي منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل الإنماء في نسخته الأولى متزامنا مع هذا التوقيت لرسخ من قيم الشركات متعددة الأطراف وتبادل الخبرات في مجالات تمويل الإنماء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما بعد جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصادات العالمية. أسمع حسن النيل. اتفقت كل من مصر وتركيا على مواصلة المشاورات الاستكشافية بين البلدين، مؤكدين رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، وكذلك الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين. جاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد الجولة الثانية من المشاورات بين وفدي البلدين في أنقرة يومي 7 و8 من سبتمبر الجاري. في مدينة الرباط أعلن عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية المغربي تكبد حزب العدالة والتنمية هزيمة قاسية في الانتخابات النيابية. يمكن الإعلان عن نتائج مؤقتة الخاصة ب 96% من مجموع المقاعد كما يلي: حزب التجمع الوطني الأحرار 97 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة 82 مقعدا، حزب الاستقلال 78 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 20 مقعدا، الاتحاد الدستوري 18 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 12 مقعد، الأحزاب الأخرى 12 مقعد. في القاهرة يناقش اليوم الخميس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته 56 عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في مقدمتها القضية الفلسطينية.
قمع جنود إسرائيليون مسيرة سلمية نظمها مواطنون فلسطينيون بالقرب من بوابة دمشق بمدينة القدس المحتلة دعما لستة أسرى فلسطينيين كانوا قد تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع بالضفة الغربية المحتلة. واستخدم جنود الجيش الاحتلال الإسرائيلي رصاصات مطاطية وقنابل غاز لتفريق هؤلاء الفلسطينيين الذين رددوا شعارات دعما ومساندة للأسرى الستة الفارين. حملة اقتحامات ومداهمات واسعة النطاق لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين الفلسطينية وإصابة فتى بعيار ناري واعتقال عدد من المواطنين من بينهم أقارب لأسرى سجن جلبوع الستة، كل ذلك في محاولة لإلقاء القبض على الفلسطينيين الست الذين تمكنوا من الفرار في عملية كانت مثار حديث العالم. وأعلن الجيش الإسرائيلي نشر تعزيزات عسكرية جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشمل وحدات مقاتلة ووحدات رصد جوي، كل ذلك من أجل مطاردة الرجال الست. من جهتها حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى ستة ومعاناة ذويهم وأقاربهم وعن تداعيات اعتقالهم والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم. ويحظى الفارون الست بالإشادة ويتم وصفهم بالأبطال القوميين لقيامهم بأكبر عملية هروب من سجن إسرائيلي منذ عقود. ومن بين هؤلاء زكريا زبيدي أحد المناضلين الفلسطينيين البارزين الذين تلاشت أسماؤهم منذ فترة طويلة من عناوين الأخبار. احنا دولة تحت احتلال، حقنا نقاوم بالطرق المشروعة لنا، سواء مقاومة شعبية، سواء مقاومة بالمسرح، بالفكر، بالسياسة، بالمسلحة، هاي حق مشروع لنا. وبرز زكريا خلال الانتفاضة الثانية كقائد لكتائب شهداء الأقصى الذراع المسلح لحركة فتح. شخصية زكريا البني آدم الهادي السكوت المناضل العنيد الشرس، يعني بتجمع فيه كل الصفات بين الطيبة طفولته، يعني زي يعني تشبهها بجميع أطفال المخيم. ولم يتضح الدور الذي لعبه زكريا نفسه في عملية الهروب، لكنه الأكثر شهرة من بين الستة، وأصبح من جديد من بين أكثر المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي. قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب مشاركته في العاصمة الأردنية عمان في اجتماع وزاري لدول خط الغاز العربي إن مصر تعمل على سرعة وصول الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. كان اجتماع تمهيدي جيد جدا لنا ومع الفرق الفنية المختلفة من كل الأطراف حتى يتم التأكيد على الاتفاق على جاهزية البنية التحتية حتى يتسنى ضخ الغاز المصري مرة ثانية، لأنه طبعا يمكن انقطع الغاز في خلال العشر سنوات الماضية، يجب لنا أن نتحقق من كل الشبكة وكل المرافق الخاصة بتداول الغاز. ده من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا مراجعة بعض البنود التعاقدية. من جانبها قالت هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إن هدف اجتماع وزراء خط الغاز العربي هو التأكد من جاهزية البنية التحتية لنقل الغاز من مصر إلى لبنان. البنية التحتية، جاهزية البنية التحتية لخط الغاز سواء في مصر أو في الأردن، وكما تم التأكيد من سوريا إلى لبنان، هي شبه جاهزة، لكن بما أنه الخط لم يستخدم باتجاه لبنان منذ عشر سنوات، فهناك بعض الأعمال اللي يجب أن نقوم فيها لنتأكد من جاهزية الخط واستعداده لاستقبال الغاز المصري إن شاء الله. في سياق متصل قال بسام طعمة وزير النفط السوري إنه تم إصلاح الشبكة السورية التي سوف تنقل الغاز المصري إلى لبنان. النفط والغاز وأيضا الكهرباء في سوريا تعرضت لأعمال إرهابية تم صيانتها في حين، لكن أيضا تحتاج إلى إعادة كشف. زرت المملكة من حوالي الشهرين،
التقيت مع معالي وزيرة الطاقة، وأيضا هناك فريق فني من أسبوعين كان في المملكة، وتم التوافق على الكشف الفني وتم تقريبا إنجاز الكشف الفني. الفريق الآن يحقق أو يدقق مع الفرق العربية الأخرى من البلدان الأخرى هذا الانتجريشن أو التكامل في البنى التحتية، بحيث أن يكون نقل الغاز أمرا واقعا. قال ريمون غجر وزير الطاقة اللبناني إن البنك الدولي سوف يساعد بلاده في ضمان دفع ثمن الغاز. يعني حاجتنا السنوية بحدود 600 مليون متر مكعب، اوكي؟ سو هيدا هو حجم الغاز اللي نحن بحاجة له. طبعا هيدا غاز حقه مصاري، يعني في عقد وبده يتمول. نحن عم نشتغل مع البنك الدولي لتأمين الغطاء المالي المضبوط، يعني البارشل ريسك جارنتي والبريدج فاينانسينج، يعني في حال صار في ديفولت من حدا البنك الدولي هو اللي بيضمن انه بيصير الدفع بطريقه مضبوط. في العاصمة اللبنانية بيروت شارك أساتذة جامعات ومعلمون في مسيرة احتجاجا على تردي أوضاعهم الاقتصادية. يشهد لبنان منذ نحو عامين انهيارا اقتصاديا غير مسبوق شل قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود، وانعكس شح المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. امتدت الأزمة المالية في لبنان المتجدرة في سنوات الفساد وسوء الإدارة إلى الشوارع في أواخر عام 2019، وخرجت احتجاجات مناهضة للحكومة وطلبت بالمحاسبة وتحسين الأحوال المعيشية. كان آخر تلك الاحتجاجات خروج عشرات المعلمين والأكاديميين في بيروت للإعراب عن رفضهم أوضاع العمل في الدولة التي تمزقها الأزمات. لا الأستاذ قادر اليوم يأمن بنزين، لا معاشه بخوله أيضا يأمن هذه المادة، أيضا لا هودي الطلاب أهليهم قدرانين يحطوا أولادهم بفانات، وبالتالي عملية النقل يقدروا يأمنوا الحق المالي. وبالنسبة للمدارس العامة يبدأ العام الدراسي لاحقا هذا الشهر وفقا لخطة الوزارة، وأعرب معلمون عن رفضهم بدء العام الدراسي قبل الحصول على كامل حقوقهم السابقة. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وصفت بأنها أسوأ أزمة يشهدها العالم منذ عام 1850، وأفشلت الخلافات السياسية جهود تشكيل حكومة كان بإمكانها التفاوض على حزمة إنقاذ مع مؤسسات مالية دولية وعودة الحياة إلى طبيعتها. بلاد في براثن الفقر. يبدأ اليوم الخميس عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية زيارة رسمية إلى تونس، يبحث فيها مع الرئيس قيس سعيد عددا من القضايا، من بينها فتح الحدود الليبية التونسية المشتركة. كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة أعلن أن بلاده وتونس بحاجة إلى فتح حدودهما المشتركة في القريب العاجل. لقي 78 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين مصرعهم في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن. في مسعى للتصدي لهجوم بري واسع للميليشيات الحوثية الانقلابية، دفع الجيش اليمني بتعزيزات قتالية إلى جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غربية مأرب الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء، حيث تدور معارك طاحنة بين الطرفين بالتزامن مع هجوم مضاد شنه الجيش اليمني على مواقع الحوثيين تحت إسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وتفيد تقارير يمنية أن المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية والحوثيين قرب مأرب أسفرت عن مقتل 76 حوثيا و18 من القوات الحكومية خلال أسبوعين، ونادرا ما يعلن الحوثيون عن الخسائر في صفوفهم، إلا أنهم أعلنوا عن شن قوات دعم الشرعية 30 غارة جوية في محافظة مأرب يوم الثلاثاء. وأذاعت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بيان تشييع 8 ضباط في موكب جنائزي بصنعاء على رأسهم قائد اللواء 413. ويدفع الحوثيون بقواتهم على عدة محاور منذ السبت الماضي في محاولة مستميتة للسيطرة على مأرب الغنية بالنفط لاستخدامها ورقة مساومة
في مفاوضات السلام المؤمل أن تنطلق مع المبعوث الأممي هانسن جروندنبرغ الذي يقدم إحاطته الأولى أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي غدا الجمعة. وقال عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم الحوثيين إن جماعته حسمت خيارها بالسيطرة على أراضي اليمن بالكامل. وترفض الميليشيات الحوثية مقترحا أمميا يتضمن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية المباشرة. وتمثل مأرب ورقة في غاية الأهمية الجغرافية، وعند السيطرة عليها بالكامل ستكون بمثابة رافعة سياسية قوية بيد المنتصر في أي مفاوضات مستقبلية محتملة، حيث يضم مركز المحافظة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني إضافة إلى حقول ومصفات صافر النفطية. لكن غالبية الخبراء والمحللين يجمعون على صعوبة سيطرة أحد طرفي النزاع على مأرب، فقوات دعم الشرعية الجوية تستمر في قصف أي تحرك حوثي للسيطرة بالكامل على المدينة، في حين لا تمتلك القوات اليمنية الحكومية على الأرض القدرة على استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في ضواحي مأرب. أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن أي ادعاء بأن المملكة متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. وقال بيان لسفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن إنها ترحب بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. في العاصمة الفرنسية باريس بدأت إجراءات محاكمة المتهمين في اعتداءات 13 نوفمبر من عام 2015 التي قتل فيها 130 شخصا وأصيب 350 آخرون بجراح. مجددا ينكب القضاء الفرنسي وعلى مدى 9 أشهر على قضية الاعتداءات في 13 نوفمبر 2015 حين هاجم انتحاريون ملعب استاد فرنسا وفتح مسلحون النار على شرفات مقاه وفي قاعة للعروض الموسيقية في أعنف هجمات شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. المحاكمة الخارجة عن المألوف وهي أكبر محاكمة في قضية إجرامية تنظم في فرنسا بدأت ظهر الأربعاء 8 سبتمبر الحالي في قصر العدل التاريخي في باريس وسط إجراءات أمنية مشددة. وحتى 24 أو 25 مايو 2022 ستحاكم محكمة الجنايات الخاصة 20 متهما بينهم الفرنسي المغربي صلاح عبد السلام العضو الوحيد على قيد الحياة من المجموعة التي نفذت الاعتداءات بأمر من تنظيم داعش الإرهابي موقعة 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا في باريس وضواحيها وخلفت صدمة كبيرة في فرنسا. كما سيحاكم 10 آخرون سجنوا طوال فترة المحاكمة في سجون بضواحي باريس إلى جانبه في قفص المتهمين وهم يحاكمون بتهمة المشاركة في هذه الاعتداءات. وسيمثل 3 متهمين طليقين قيد المراقبة القضائية فيما سيحاكم 6 آخرون غيابيا ويواجه 12 من المتهمين 20 عقوبة السجن المؤبد. وزير العدل الفرنسي أريك دوبون موريتي وصف هذه المحاكمة بالتاريخية بعدما زار القاعة التي تتسع ل 550 مقعدا وبنيت خصيصا للجلسات واصفا إياها بأنها ماراثون قضائي. وإلى جانب حجم الملف فإن هذه المحاكمة غير مسبوقة في المجال الإجرامي من حيث مدتها وعدد أطراف الحق المدني البالغ 1800 واعتبارا من 28 سبتمبر الحالي يبدأ نحو 300 من أقرباء الضحايا والناجين بالإدلاء بإفاداتهم وسيتناوبون أمام المحكمة على مدى 5 أسابيع ليتحدثوا عن تفاصيل ليلة الرعب. وكانت فرنسا قد غرقت في ليلة الجمعة 13 نوفمبر 2015 في الرعب
مع قيام انتحاري بتفجير نفسه قرب ملعب ستاد فرنسا خلال مباراة ودية بين منتخبي فرنسا وألمانيا. وعلى بعد كيلومترين في قلب باريس أطلقت مجموعة مسلحة من 3 عناصر النار بالأسلحة الرشاشة على شرفات مقاه، فيما فتحت وحدة ثالثة من 3 عناصر أيضا النار على الجمهور داخل مسرح باتاكلان خلال حفل موسيقي. في العاصمة الألمانية برلين، قال أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي عقب لقائه نظيره الألماني هايكو ماس إنه يجب على حركة طالبان أن تكتسب شرعيتها من المجتمع الدولي. تسعى طالبان إلى الحصول على تأييد ومشروعية من المجتمع الدولي. أي مشروعية وأي تأييد هو أمر يكتسب، وقد بحثنا كيفية حمل طالبان على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بمنح الناس حرية السفر واحترام حقوقهم الأساسية بما فيها حقوق المرأة والأقليات، والتأكد من عدم استغلال أفغانستان قاعرة لشن هجمات إرهابية وعدم الانتقام العنيف ممن اختاروا البقاء في أفغانستان. كما سنحمل طالبان على التزامها السماح بوصول المساعدات الإنسانية. إن وطأة الصراع والجفاف وكوفيد-19 ضربت الشعب الأفغاني بقسوة وخلفت ملايين المهجرين. من جانبه قال هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا إنه غير متفائل بعد إعلان تشكيل حكومة طالبان المؤقتة. الأخبار التي وصلت إلينا من أفغانستان لا تجعلنا متفائلين. إن تشكيل حكومة انتقالية دون مشاركة مجموعات كثيرة ليس إشارة للمزيد من التعاون الدولي والاستقرار في البلاد. نأمل أن يتم إرسال الإشارات اللازمة لذلك أثناء التشكيل الإضافي للحكومة الذي لم يتم استكماله بعد. أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أن أمس الأربعاء شهد تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 13 حالة وفاة. وقال الدكتور مجاهد إن أمس أيضا شهد خروج 765 متعافيا من الفيروس بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 244,062 حالة. في مدينة جنيف طالب تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعدم تلقي الأشخاص الذين تم تطعيمهم لمكافحة فيروس كورونا جرعات معززة حتى يتسنى إرسال اللقاحات إلى البلدان الفقيرة. منذ شهر مضى أطلقت نداء على المستوى الدولي لزيادة عدد الجرعات حتى نهاية شهر سبتمبر على الأقل، وتقديم الأولوية في تلقي الجرعات للحالات الحرجة. لم يطرأ سوى تغيير بسيط في الموقف العالمي منذ ذلك الوقت، والآن أعاود مناشدتي لدول العالم أن يزيدوا من عدد الجرعات حتى نهاية العام الجاري لتمكين كل دولة من تطعيم على الأقل 40% من سكانها. أخبار السابعة متواصلة معكم من النيل، ونتابع فيها بعد هذا الفاصل. عقب نزوحه من الغوطة الشرقية إلى كفرية، مواطن سوري يواصل عمل أسرته في صناعة المشمش المجفف. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن بروتوكول التعاون لتنفيذ مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات
يأتي في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي الذي ترعاه القيادة السياسية. جاء ذلك خلال حضور مدبولي لمراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة لتنفيذ مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات بهدف تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية وتقليل الوقت وتحسين الكفاءة التشغيلية. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات الأربعاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.6 مليار جنيه ليصل إلى 727 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 4 مليارات جنيه ونصف. وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.41%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.63%. قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن لجنة مكلفة بمكافحة غسل الأموال اعتمدت إطارا تنظيميا للأصول الافتراضية. كانت مجموعة العمل المالي وهي جهة رقابية معنية بالجرائم المالية قد أعلنت في 2019 أن شركات العملات المشفرة ستخضع لقواعد لمنع استغلال العملات الرقمية مثل بيتكوين في غسل الأموال، ويعد ذلك أول مسعى تنظيمي على مستوى العالم لتقييد قطاع الأصول الافتراضية المرتبط بالعملات الرقمية والذي ينمو بسرعة كبيرة. في أسواق النفط العالمية قفزت أسعار النفط بما يزيد عن 1% عند التسوية بعدما أحرز المنتجون في خليج المكسيك تقدما بطيئا في استعادة الإنتاج بعد إعصار أيدا. وصعد خام القياس العالمي برنت 91 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 72.6 دولار من الدولار للبرميل. وزاد الخام الوسيط الأمريكي 95 سنتا بما يعادل 1.4% إلى 69 دولار للبرميل.